يانيك فيريرا واحد من المدربين الاسماء اللي اتطرحت كثيرا في وسائل الاعلام، واتقال ان هو مرشح لتدريب النادي الاهلي، وبعض الناس قالوا كمان هو ان هو الاقرب لتدريب النادي الاهلي. معايا عبر الهاتف الان الاستاذ سيد مصطفى وكيل يانيك فيريرا. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. ربنا يخليك يا استاذ كريم. اهلا بك. ايه بقى موضوع يانيك فيريرا؟ هل في فعلا مفاوضات رسميه من النادي الاهلي؟ هل في حتى احاديث حول يانيك فيريرا ولا كلها اجتهادات؟ والله يا فندم الامر ابتدى فقط بمكالمه من احد لاعبين الاهلي القدامى. اتكلم معايا على اعجابه بالمدرب، وعلى حد قوله يعني ان هو كان بيتابع المدرب في بلجيكا والفتح السعودي وكان معجب بادائه والكلام ده. المكالمه ما يعني ما خدتش حيز الجديه قد ما خدت حيز الاعجاب. وانه سالني طب الراتب بتاعه كام وعلى رغبته للنادي الاهلي وعدد الجهاز الفني بتاعه بس فقط. ولكن يعني هو الشخصيه دي انا بكن لها كل احترام. وكمان كان في نهايه الحوار وصاني والله ان انا يعني ما اذكرش الاسم قدام اي حد، لان هو تنبأ. هو قال لي قال لي الفتره اللي جايه هتلاقي كلام كتير عن المدرب. يعني اللي كلمك ده لاعب كبير موجود دلوقتي كصاحب قرار في النادي الاهلي ولا هو بره اصحاب القرار؟ لا هو خارج اسوار النادي الاهلي، ولكن على حد علمي يعني البسيط ان هو ليه علاقه مع مجلس الاداره، ولكن انا مش هو داخل النادي الاهلي. طيب بالنسبه للراتب، يعني سمعنا كلام كبير بقى انه الراجل هيطلب 3-4 مليون يورو في السنه، وكلام كبير كده في ارقام كبيره. هل الارقام دي هو فعلا اللي بيطلبها يانيك فيريرا ولا ممكن تبقى ارقام اقل من كده؟ والله يعني احنا ما فيش مفاوضات رسميه حتى مع النادي الاهلي، ولا حد سالنا عن موضوع الراتب داخل النادي الاهلي. احنا كل اللي حصل هي اجتهادات صحفيه، وكم وكيل كلمنا واتصل علينا شركه سبورت يارد في السعوديه. كان بيسال عن امكانيه وجود المدرب للنادي الاهلي، وكم راتبه وكم اموره، انما الحاجات ديت بتبقى خاصه ما بين المدرب والنادي. وفي نفس الوقت احنا عشان فاتحين مفاوضات مع انديه في السعوديه والامارات، فبيبقى الامور اللي انت تتكلم في الراتب. يعني الفتره اللي فاتت ده كان اكتر من كلام على ان الراجل طلب 3، الراجل طلب 2، والنادي الاهلي اصل النادي الاهلي عاوز يديله 1. لا يعني الكلام حتى يضرنا احنا في مفاوضاتنا مع الانديه في السعوديه. صح، في السعوديه هو عنده عرض في السعوديه دلوقتي؟ احنا عندنا عرضين بيتم دراستهم في الوقت الحالي، لان الدوري السعودي فاضل جولتين وانتهي. المدرب عندنا قانون في الدوري السعودي ان المدرب ما ينفعش يدرب اكتر من فرقه. لازم يصبر للسيزون الثاني عشان يقدر يدرب. بالظبط. طيب هو لما اتكلمت معاه انت فيما يخص النادي الاهلي او حديث احد اللاعبين او نجوم النادي الاهلي بخصوص انه هو ممكن يجي يدرب الاهلي، كان رايه ايه؟ هو اساسا كان الصوت بعد يا فندم، اتفضل. المدرب ولا كان هو المدرب كان رايه ايه؟ المدرب اكيد يعني شرف لاي مدرب ان هو يدرب نادي الاهلي، ولكن برضه اكيد يعني انت زي ما انت حضرتك عارف لما يكون انت في انديه معينه مكلمك في السعوديه وفي نادي ما كلمكش بشكل رسمي، فبتبقى الاولويه للناس اللي هم متكلمين بشكل جدي. ولكن اكيد قبل اي شيء شرف لاي مدرب يعني ان هو يدرب النادي الاهلي. صحيح. استاذ سيد مصطفى وكيل المدير الفني يانيك فيريرا المرشح لتدريب النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.